هلو أخي المستمع الكريم، إليك هذه القصيدة الآتية من كلمات النقيب محمد بن حفظ الله بن علي بن سهل، مرسلة إلى الشيخ حسين بن علي القاضي، فهذا هو البدء ويتبعها الجواب. لدانا الله وداني الليلة ودانا دانا دانا نبدأ برب العرش في عرشه ارتفع ربع سبع فوق الأرض ما حدرك له ويا من خلقت السدر والخمض والجناح ويا باسط الدنيا ومرسي جبالها ويا عالم الأسرار والقلب ما طلع وفاهم هوى نفسي وما بيقى لها وعبدك دعا من قاول ببين يديك خضع ويا خالق الأمة وجايب سوالا لك الحمد ما ثوير وما بارد لمع وما شن مزنه والسوائل تسيلا وما يخطب الجمعة وكل لها ستمع وما باتت الحجاج تقطع رحيلا وما تحمد العبد ويدرس وما ركع فروض الصلاة ذي ربنا قد فرض لها ولرحمتك يا الله يا مشفي الوجع تبدل بوجفته الليالي بدلا صلاتي على المختار من قلبي قد خشع على المصطفى لا قبته لا خلالا وحب النبي في داخل القلب قد خضع وفي النفس ذكر قد توسع مجالا وقم يا رسول فوق صالون لا سجع توجه من السهم انا غابر سبالا على خط مسور مثل مذيب لا شتالا وشامخ بريرة مر قبلي ظلالا وذب الزفل تمشي على الهون والورع وراقب ملفاته والفلخ في مياله وما الفاكلة صنعاء في أسواقها السلاح ولا الفيت وقفة طرقها وجاله جنوب المدينة حاوث سكن راعي البدع سلاحي ووالدي سريع نبالا ومتسلح الجرمال ويا كم وكم قطع حديثة إذا قد شافا فاشترى له وقانص شريد الصويد ما يخطي النصا وللصيد تذكر بعضية غزالا وقانص شريد الصويد ما يخطي النصا ولا صيد تذكر بعضية غزالا وداه المداخل والمخاليف والرزا وقانص وطفل ما ودها ما يقيلا كراسي سلاح قاوة تحلى من النواق ويا رب صدف والخلاء قد حفالا وصاحب قبول في كل مجلس ومجتمع قبول إذا رد والبواطل يزيلا ويا مرسلي طيور على الرحب والهلا إلى بيتي كرمان وصل شحم حيلا حسن بن علي يا فاور خيرة فتايقا ولا جات الضيفة والكثير ما يميلا
وجبه بعطر العيود ذي شمل الصداع يرشرش ثيابه والمقاطب وشاله من الهند جافي وسط تابوت وشتماع مية ألف مضرب مصانع مولا وجبه قرات جبان مشحون الاشراع قطف من مغارس تحالق ظلا يجي من ظلا عمدان حذ حل وازترع ومن قرية القابل ربي وسط مالا وقل له سلام جاء ولا عيبان لا لقمع وقشلت نقوم من راسها لا سفالة ضي اشياء بزيل جاء والدماشي لنا سماع ويا للأسف ما في قصيدي ترالا ولا عادتك تهمع واللي مبدوع من بدع سوى بياتنا لجيت في ماشي قضالة قواد يا قواد والنوم في العين ما جاع ويا كبدي المغلوق لويش الدوالة وباحن مع الباروت يصعق إذا قفع في الأميال والكبسون يلصي شغالة ليش الجضع يا غالي الجد والجبع تحملت منك جاير وزن طيالة ذخرنا كم غيرنا منك نتفع وجهدك يساوي للأوامر أوصالا ويا ذخرنا كم غيرنا منك نتفع وجهدك يساوي للأوامر لا أصولا ويا حيد شامخ شايب وهرفع من الرباع ويا كم مشاكل ذا ويتخرج حلولا وبفتيك من بكرة يتحمل بلا شرع وبفتيك من بكرة وتحمل بلا سرع ولا شبح مغالي والمسانيد حالا وبفتيك من بكرة وتحمل بلا شراع ولا شبح مغالي المسانيد حالا لا أصحاب مخصوصة ولا حد باقتنا وتطغن مغاديا وتهمي العيالا شيت ما تسمع ولي قلبي قد دمع قطر حارق ذيك ولفت لك ليلة بلادي وجندي جا ويش خولان في التباع وأرضي مقابرك واللي من قد غزولا ولي جند مثل السويل لا قد نزل رداع يشل القوابل ما يفيد القبولة ولا قد سجم في أوي وادي في قد قطع يحوز المسافر والمواطن عجولة يقول الفتى لبدا وعمانا من الدواء والأهمل تطالب شارفة نخليلا لأسباب شوفنا طالع الوقت والطمع درسنا مبادئ حريتنا وجيلا مشاريزنا تفزع وإذا البغض بايقع مشاريزنا تفرع وإذا البغض بايقع ولا شي فوايد بوات جنا حذولا يصيحوا على خبط والذره ضرب بالقصاق وحد منا لا يفقل
واحد لي صولا ولا ما قد يصبا وفي كم من فتاة قتاشا ولا ثمنوا حتى وكتف من سغولا ومن روح المرواح قلنا مراح مراح وقلنا بطول يستا هل الجيد معلا نطلب سماحك واجسي عاد ابتدى على الميل في بضع والحرف مقالا وبطلب سماحك واجسي عاد ابتدى على الميل في بضع والحرف مقالا كمن الحليل ينظم الشعر لا ابتدى وهذه الحليلة قال مالي ومالا وهذه شربة الماء عرف هيم لا بلا وهذه شربة الماء عرف هيم لا بلا ولا قد لقوص ما ينفع لورق ولا دق في بابي الهوى عندي يسترى ولا هو مغلق بواني فتح قفولا وبتخبرك من شاربة الغيل والكرى وشي فرق في القربة مع زنجبيلا صلاتي على